ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الحالي بنحو 9.3% بما يعادل نحو مليار دولار و200 مليون دولار، لتبلغ 13 مليار و889 مليون دولار مقابل 12 مليار و698 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء المجلس التصديري لمواد البناء الأعلى ارتفاعا بين المجالس التصديرية مسجلا زيادة بلغت نسبتها 8% لتبلغ 3 مليارات و400 مليون دولار خلال 8 أشهر وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. على الهاتف معنا الأستاذ الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء. أهلا بك دكتور وليد. إذا مواد البناء هي الأعلى تصديرا، لماذا؟ الحقيقة يعني إحنا محافظين على التصدير المرتفع بقالنا فترة، بقالنا كذا سنة. السبب الحقيقة بيرجع إلى أنه معظم خاماتنا مدخلات الإنتاج بتعتمد على مصر، يعني محلية نعتمد على إنتاج المحاجر المصرية كمواد أولية وبنطورها ونطلع منها منتجات، فنسبة المكون المحلي عالية فبنستفيد من الحتة دي الحقيقة في التصدير، وبالذات بعد التعويم أصبح تنافسيتنا أعلى من قبل التعويم نتيجة لاعتمادنا على خامات محلية عالية. عظيم. الدول الأكثر استهدافا منا، الدول الحقيقة طبعا اختلفت في الكام سنة الأخرانيين. كنا قبل كده كانت الدول العربية هي أكثر دول استهدافا وبالذات ليبيا، طبعا بسبب الأحداث السياسية اللي وقعت في الدول في السنين الأخيرة تغيرت الوجهات. لازالت الدول العربية برضو أكثر استهدافا، ولكن ابتدينا نتجه لأفريقيا، تتجه لدول أوروبية، بنحاول نوسع نطاق التعامل حاليا. يعني هل نستطيع بأنه نقول أن الصادرات البترولية بتأتي بعدها على طول مواد البناء في التصدير؟ مظبوط. صحيح. احنا بنأمل إن شاء الله السنة دي لأن احنا نوصل لخمسة مليار دولار مواد بناء. يعني هي لو تعطينا كم في المئة، يعني هي الآن 8% المستهدف، يعني ممكن نحافظ على نفس المعدلات النمو 8-10% لحد آخر السنة إن شاء الله. فتح أسواق جديدة وكما نتابع أيضا مراكز لوجستية هناك في السوق الإفريقية كما ذكرت حضرتك دكتور وليد، كيف سيساهم يعني في زيادة صادرات مواد البناء، وإلى أي مدى هذه السوق محتاجة مواد بناء مصرية؟ السوق الإفريقية عموما فيها حركة بناء كبيرة جدا وحركة نمو كبيرة جدا، لكن تختلف عن باقي الأسواق الدول المتقدمة انه النظام البنكي ضعيف ونظام المدفوعات ضعيف، ما بيقدروش يحولوا عملتهم لعملات اجنبيه وما بيقدروش يعملوا اعتمادات، فلازم البضاعه توصل لحد عندهم الاول. فعشان كده بنقول ان احنا بنحاول نعمل مراكز لوجستيه لتخزين المنتجات في بلادهم ويفرج عنها عند الدفع فقط، يعني يدفع بعملته المحليه او يدفع باي عمله فاهم بعد ما يشوف البضاعه وصلت عنده ويسدد ثمنها نقدر ناخد بضاعه. دي طريقة لمحاولة تسهيل الشراء للمشترين الأفارقة نتيجة لعدم وجود بنية تحتية بنكية قوية عندهم. طيب، هل سبب زيادة مواد البناء أو تصدير البناء فقط هو المكون المحلي أم أنه في شيء آخر؟ سريعا دكتور وليد. لا، احنا جودة منتجاتنا الحقيقة عندنا مصانع قوية جدا اللي بتساعد برضه في حركة العمران في مصر كبيرة جدا، وده بيساهم على خلق قاعدة صناعية قوية في مواد البناء. فطاقات موجودة عندنا طاقات إنتاجية عالية، فساعة لما بيجي في احتياج للتصدير بنقدر نوفي طلبات التصدير بسرعة عالية. عظيم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، شكرا لك.